بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير. عودة مجددا إلى استديوهات نبض الشعب من العاصمة الأردنية عمان، من الاستديوهات الرئيسية لفضائية الحقيقة الدولية. هذا أجمل مساء من نضال الخرشة. نسأل في مادة استطلاع هذا اليوم، هل تعيد تجديد القبضة الأمنية بعد الحوادث والجرائم التي شهدتها العاصمة عمان في الآونة الأخيرة؟ بعد هذا التقرير نبدأ الحوار. طبعا الامن مفروض يعني يكون صارم يعني بالنسبه للجرائم اللي بتصير في البلد، فانتشرت الجرائم كثير عندنا يعني. فانا يعني بناشد الامن انه يشد اكثر من حده الجرائم اللي بتصير في البلد، شايف؟ وهو الامن هو اللي بيمنع الجرائم يعني. الامن بشكل عام هو مش مقصر، واحنا اصلا ملاحظين الايام الماضيه هاي، يعني كل بين كل دوريه ودوريه في دوريه، وما شاء الله هاي الامور طيبه وكل ما زادت يعني اطيب. يعني احنا اصلا اللي معروفين البلد كبلد، احنا الاردن اولا بالامن والامان، فيعني احنا نتمنى منهم يظلوا مستمرين على هالنهج، وان شاء الله الله يفرجها على كل امه محمد. احنا بدنا البلد يكون امن قوي في البلد، جهتنا الامنيه لازم تكون قويه احسن لك اكثر من هيك. يعني البلد من تهسه وضع البلد، من تشوف الوضع البلد ما في شغل، البلد الاقتصاد الاردني هال والله. شو بدنا نحكي؟ بنقول لك احنا، بنقول لك البلد امان، يعني احنا عندهم في البلد في امان، بس الامن هو الامن لازم يشد اكثر من هيك. ليش يشد؟ يتعاملوا بالقانون، يتعاملوا بالقانون، تطبيق القانون بدون لا شديه ولا ارتخاء. القانون موجود عندهم، يتعاملوا بالقانون. يا اخي ما بصيرش الامور تفلت، ما بصير الامور تفلت، لازم الواحد يشدد انه ما هدول الفلتانين فكروا حالهم بيقدروا يعملوا كل شيء، لازم الامن يوقفهم عند حدهم. يعني هذا الامر لابد منه يعني، لانه اذا كان الامر بده يكون بغير هيك فمعناته بده يكون في فوضى، والفوضى بدها تعم الجميع، واذا عمت الجميع بده يكون نحن في ضرر بهالموضوع هذا. فلا، خلينا نحن مثل ما بيقولوا نحط ايدنا مع الدوله ومع الامن حتى ما نخلي مجال للفوضى تنتشر بالبلد. حياكم الله مجددا مشاهدينا في كل مكان. اذا الى نبض الشعب في هذه المساحه السادسه والنصف في ماده استطلاعيه نواكب فيها ما جرى مؤخرا في العاصمه عمان، وما جض ايضا له الشارع الاردني وعلق الراي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال ايضا ما نشر في وسائل الاعلام. لماذا يصف احد النواب وزير الداخليه سلام حماد أنه خلق الدمار الذي لحق بالمجتمع، ويقول أحد أعضاء مجلس النواب بأن الوزير سلام حماد دمر الدنيا؟ ما الذي دفع أحد أعضاء مجلس النواب إلى ذلك؟ ماذا تنتظر الدولة الأردنية من حسم مثل هذه المشاهد المزعجة والمقلقة لواقع المجتمع الأردني الخلوق والرحيم؟ منذ متى التعري في شوارع العاصمة عمان بهذه الطريقة المقززة، آسف على المصطلح، وعمليات البلطجة وغير ذلك مما شكل قلقا حقيقيا إلى واقع المجتمع؟ هل تساهم بعض التيارات المشبوهة بتغذية وإنتاج مثل هذه المشاهد؟ وكنا سابقا تابعنا في مهرجانات متعددة ألغيت من قبل وزارة الداخلية، وألغيت أيضا طبعا يعني على دور وزير الداخلية السابق واللي قبله واللي قبله. لماذا يعتبر وزير الداخلية سلام حماد أن ذلك يحدث في معظم دول العالم؟ هل الهوية الأردنية مماثلة للهوية الأرجنتينية مثلا، أو السويسرية، أو باقي هويات دول العالم الأخرى؟ لماذا لا نقول بأن الهوية الأردنية والتي هي جزء من المجتمعات العربية
مصانة بواقع البعد الديني، ومصانة بواقع الأخلاق، ومصانة بواقع الأعراف والعادات والتقاليد التي لم تكن يوما من الأيام إلا مساحات واسعة من الخير في هذا المجتمع. ما الذي يؤخر دور الأجهزة الأمنية في إحكام القبضة الأمنية في الشارع الأردني على مثل هؤلاء ممن يقومون بأخذ مبالغ مالية بطريقة الأتوات على سبيل المثال، أو الخاوة، أو سمي ما شئت، أو بعض التفاصيل الأخرى؟ هل هؤلاء يجري عليهم أيضا السكوت وأن يغمض الطرف كما أغمض عن عون مطيع من العام 2004 ولغاية العام 2017 ونحن في دولة الأمن والأمان؟ كل هذه المحاور مطروحة للنقاش وفق سياق المادة الاستطلاعية التي نسأل فيها: هل يؤيد المواطن الأردني تشديد القبضة الأمنية بعد الحوادث والجرائم التي شهدتها العاصمة الأردنية؟ هذا التقرير اللي كنا تابعناه في بداية هذه الحلقة جاء بنسبة 100%. المطلوب أن يكون هناك مزيد من تفعيل القوانين على مثل هؤلاء حتى لا يتصدر للعالم صورة مؤذية ومشوهة عن المجتمع الأردني وعن العاصمة عمان. هناك بعدين بالمسألة. البعد الأول متعلق أن هناك استثمار لجهات مشبوهة في الخارج والداخل أيضا تحاول تمرير بعض الفيديوهات التي تحاول من خلالها تغرير المواطن الأردني بأن هذا يحدث في الداخل الأردني، لكن هذا لا يعني أن تبقى الرؤوس داخل الرمال. هناك مشكلة في المجتمع، هناك مشكلة في المجتمع، هناك بعض سلبيات وسلبيات كثيرة جدا في الآونة الأخيرة انتشرت بشكل مزعج جدا، ونحن في أيام خير وأيام سنة وأيام لا نزال فيها، يعني خرجنا على التو من عيد الأضحى المبارك وما إلى ذلك. من قال إن المجتمع الأردني في يوم من الأيام من الممكن أن يصحو على مثل هذه التفاصيل المزعجة؟ بدي أمسي بالخير مجددا على كل أحبتنا ومتابعينا من خلال مختلف الوسائل بالمشاهدة، سواء متابعينا من خلال الشاشة مباشرة أو من خلال صفحة الفيسبوك. أيضا سنتطرق إلى كل الأسماء وإلى كل التعليقات إذا أمكن الوقت طبعا، ولكن أنتقل إلى الاتصالات من الزرقاء. عصام الحراحشة. سيد حراحشة مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء الورد. تقبل الله طاعاتكم. اللهم آمين. والحمد لله سلامتك يا الله يسلمك. تفضل. والله يا دكتور نضال هي الشغلة بدها شد شوي، يعني لأنه هذه الملاهي اللي إحنا دولة إسلامية يعني. نعم. فإحنا بدنا يشيلوها من جذورها. إحنا يعني هذه الفترة الشهرين هذولا ما لنا قصة إلا الملاهي الليلية، وفلان فلانة طلعت وفلانة دخلت، ويعني يا دكتور هذه مين أصحابها يعني؟ إيش ما يعني إيش يخزي يا رجل؟ لا ما يليقش فينا. يخزي يعني يا دكتور، إحنا يعني دولة إسلامية وإحنا الإسلام، يعني إحنا هون الأردن الإسلام فإحنا بدنا يشيلوها. أنا طيب. يعني في ما بعرف هل المعلومة صحيحة ولا لا. المطلوب رح نمرر الإحصائيات. رح نمرر. ما لها ليلي. طيب. ما بعرف هل المعلومة صح ولا لا. هذا أنتوا الإعلام لازم أنتوا تدوروا عليها. رح نمرر لك. 20 أو 30 مرخصات. طيب 25 المرخصات بحسب سعد الشاب محافظ العاصمة. طيب وراح نمرر لك بعض التفاصيل. الباقيات وين يا دكتور نضال؟ وين هذول؟ وين بعمان يعني وين بدهم يكونوا؟ هذول بشارع المدينة المنورة وبشارع مكة وبأسماء شوارع متصلة بمقدسات المسلمين يا شيخ. أشكرك عصام الحراحشة من الزرقاء، شكرا لك. خليل إسحاق من عمان، مساء الخير سيد إسحاق. الله يسعد مساك، الله يعطيك العافية يا مساء الورد. الله يبارك لي فيك يا حبيبي. طول لي دقيقة بس علي لك الرأي. تفضل. الله يجزيك فضلك سيدي. أنا نزلت أنا والجمعة أنا وعائلتي على وسط البلد. عند بساط البيادر صادقا هلا نقلوهم، اللي هو الانسان في السير محل بيع العفش المستعمل على الشارع الرئيسي. مع جية رجال الامن شفت منظر مخزي، واحدة قاعدة على نفس التعول الاساسي المستعمل هذول. يعني انا خجلت درت وجهي وقول مرتي معي، هذول مش فاتحين عشان الاساس مستعمل، فاتحين لغاية ثانية وهي معروفة ووسط البلد كل الحكاية معروفة. ما المطلوب؟ احنا ما شاء الله عندنا اجهزة امنية يعني تراقب دبيب النمل على الارض، شو هو المطلوب؟ يزيدي قدام رجال الامن اجوا هم نفسهم يشيلوا على الشارع وشافوا المنظر هذا وما حكوا معهم. فاللي يصير انه هدول مسكرين الطريق
وحاطين اواعيهم كنباتهم على الشارع، هو الغرض مش من الاساس مستعمل، الغرض طيب. شغلات ثانيه من خلف المحلات تاعهم. شكرا خليل اسحاق من عمان، شكرا لك. هاي تفاصيل على لسان وزير او على لسان سعد الشاب، ان شاء الله يصير وزير داخليه طبعا، محافظ العاصمه مع اجمل مسائله، والى وزير الداخليه سيد سلام حماد. لكن هناك ثمه انتقادات للمواقع الرسميه ليست للاشخاص. كشف محافظ العاصمه سعد الشهاب عن وجود 150 نادي ليلي في العاصمه عمان، منها 23 نادي مرخص فقط، اضافه لوجود 20 بار وسبع ديسكوهات متوزعه بمختلف المناطق. يعني عندنا تقريبا تقدر تقول 70-80. مبروك، حلو. ويضيف المحافظ خلال اجتماع أمني اليوم أنه تم تشكيل لجنة مستقلة للكشف على المنشآت العامة، وأظهرت نتائج هذه اللجنة أنه يوجد في العاصمة 150 نادي ليلي، 23 منها مرخص فقط، ويوجد حوالي 20 بار وسبع ديسكوهات. بموجب ترخيص المنشآت السياحية يا وزارة السياحة، يجب على النوادي الليلية أن تغلق أبوابها وتستقبل زبائن عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. هو بعد الساعة 3 يظل في بشر بده يصحى بده ينام يا جماعة الخير. ما هم بعض المواطنين بعثوا 1000 عريضة بالعاصمة عمان عن مجاورين لبعض المجاورين، طبعا مش هم سكنوا بجنب النادي الليلي، لا النادي الليلي اجى ترخص ودخل بين المواطنين للأسف الشديد، وطول الليل وهو يعني كلها عبارات للأسف، لا يعني نحترم الأذواق كلها، لا نستطيع أن نذكر هذه التفاصيل يعني المزعجة للأسف على هذه الشاشة. يقول سعد الشهاب: بحسب التعليمات فإن أي نادي ليلي يتم إطلاق النار أمامه يتم إغلاقه، وهناك منافسة بين أصحاب النوادي التي أدت إلى قيام بعض البعض بإطلاق النار أمام النوادي الأخرى من أجل إغلاقها. بمعنى آخر يعني محافظة العاصمة تقول بأنه في هون مجموعة من النوادي الليلية، ففي واحد من النوادي الليلية عليه نسبة إقبال وبعضهم لا، فيصير في إطلاق نار من خلال اللي ما عندوش زبائن على باب المحل اللي عنده زبائن حتى يكسب زبائنه أو حتى يسوء سمعته. أصلا وجود النوادي الليلية بالعاصمة عمان يعني كفر حقيقي يا جماعة الخير. احنا بدولة إسلامية وبمجتمع 99% منه مجتمع إسلامي، مش معقول أن نقول بأننا نتصل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومش معقول بأننا دولة أيضا نرعى المقدسات، ومش معقول بأننا موصوفون بأننا بلاد حشد ورباط، ومش معقول أيضا بأنه مطلوب منا نعلم أبنائنا على الأخلاق الإسلامية والنوادي الليلية 24 ساعة شغالات بشوارع متصلة بأسماء لها قدسية عظيمة جدا في لدى كل مسلم في الدنيا. هذا في الواقع العربي، كل الدول العربية فيها أندية ليلية وغيره وكذا وإلى آخره، لكن هذا غير مبرر، هذا يؤدي إلى دمار المجتمعات وإلى تفسيخها وإلى مزيد من الوقاحة في المجتمعات للأسف الشديد. اللي بده نوادي ليلية يحطوا له خيمتين بهالصحراء ويروح يصرفين، إلا إذا بدكم تطبطبوا على سين فلان من الناس بلاش يشوفوا المسؤول الفلاني أو المسؤول العلاني. ومش بس النوادي الليلية مع الوزير الداخلية، هناك بعض الفلل الموجودة بمنطقة الصويفية وفلل أخرى أيضا موجودة بالرابية وغيرها من باقي المواقع الأخرى، لكن يعني مصورة، والمعلومات الآتية من داخل هذه الفلل تقول أنه يصير فيها فضائح كبيرة للأسف الشديد. طيب عايد الحويطات من الزرقاء وعبد الكريم العموش من المفرق. سيد حويطات مساء الخير. الو السلام عليكم. يا هلا عايد الحويطات من الازرق. والنعم، يا هلا يا عايد، ارفع لي صوتك. يا مساء الخير، كيف حالك؟ الله يحييك يا اخوي. انا بدي اسولف عن شغله النوادي الليليه. هسه النوادي الليليه يعني مسموح فيها النوادي الليليه الخمارات، مسموح انه تفتح خماره وتبيع مشروب كحول. يعني شو مين اللي سمح بيها؟ الشرع سمح بيها؟ لا طبعا. القانون سمح بيها؟ مين اللي سمح بالشيء هذا؟ ولمين هي عائده اصلا؟ يعني ليش يعني الكحول عدم المؤاخذه او المشروب هذا يذهب العقل. يعني انت بتشرب الان بتروح تسوي بلاوي. طيب انتوا ليش سامحين بالشيء هذا؟ انتوا ليش منعت؟ الاسلام سمح بالشيء هذا؟ الديانه الاسلاميه سمحوا بالشيء هذا؟ لا بالتاكيد. يعني احنا ما ناقص علينا غير نوادي ليلية. هذا مسموح بس انه الضريبة مدفوعة، ابعد عن الشارع الرئيسي 3 متر
وسوي اللي انت بدك اياه. طيب ليش؟ طيب يا اخوي يا عيد وسوي اللي انا بدي اياه. طيب ليش يا عيد اسمعني، يعني انت هسه جاي بدك تحاسب نوادي ليليه؟ مين اللي كان بده يقيم؟ اسمعني بس دقيقه، انا بدي احاسب يا اخوي. ماشي، بس خلنا اسالك هالسؤال، الله يرحم امواتك. اسمعني، مين اللي بده كان يشرع مهرجان اسمه مهرجان البيجامات؟ مين اللي كان يقف وراء مهرجان قلق؟ مين اللي كان يقف وراء مشروع ليلى على طريق المطار؟ مش الجهات الرسميه؟ مش هي وزاره السياحه يا اخي؟ وين رايح انت؟ الشيء هذا مش حرام؟ الشيء هذا ترى يحاسبوا عليه حق المؤاخذ. الشيء هذا حرام يعني؟ طب ليش انا ماني فاهم. انا احنا عايشين دوله اسلاميه، يعني احنا ديانتنا الاسلام، احنا مش عايشين بالهند ولا الولايات المتحده الامريكيه ولا عايشين بروسيا. طيب احنا بالاردن. شكرا عايد الحوطات من الزرقاء. شكرا عايد، باختصار شديد جدا يبعث برساله الى حكومه الدكتور الرزاز، عيب اللي يصير بالبلد، عيب كبير. بس يعني عبد الكريم العموش من المفرق، مساء الخير عبد الكريم. مساء الخير دكتور. إلك ولكل بني حسن. الله يسلمك دكتور. اول شيء الحمد لله على السلامه، وان شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ان شاء الله. اللهم امين. دكتور بالنسبه للنقطه اللي تفرق عنها، يعني نقطه مهمه جدا بالنسبه لموضوع هذا. يعني احنا المشكله يعني هاي الامور دخيله علينا كون بلد اسلامي، والاردن يعني معروف دائما يعني اهل الشوم واهل الشهامه. اللي بيصير بدك تصيح هاي الامور والله مرفوضه جدا. يعني اللي بيصير بعمان بالمناطق هاي، يعني ضرب اموات، مشاكل ليليه بالامور هاي، يعني بالملاهي هاي. انا طالب يعني بدك تصيح انه يكون في تجديد يعني بالنسبه للامن عليهم شيء، يعني 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 لازم يكون في تجديد كثير عليهم. الامور هاي يعني بدك تسوي وصلت حدها، يعني يفترض ان يكون هناك رقابه فعليه. زي ما تفضل اخوي الحويطات، يعني يعني تبي على واحد، انا هذيك المره يعني لقيت واحد بعد الشارع يساوي شغلات يعني مخله بالاداب. طيب فانا احكي له اقول له شو يعني، قال لي يا اخي انا بعيد عن الشارع، انا ما انا سلوكيه. انا بدي اشكرك سيد عموش. شكرا لك عبد الكريم العموش من المفرق. شكرا. يا دولة رئيس الوزراء ويا معالي وزير الداخلية ويا كل الأجهزة الأمنية المعنية بأن تبقى البلد مستتب وموصوف بأنه دائما مملكة الاستقرار، يعني يعز على المواطن الأردني بصراحة أنه يتم تداول مثل هاي اللي احنا قاعدين نشوفه في بعض الأحيان، شيء مخزي جدا، أكثر من مخزي اللي قاعد يصير باختصار شديد جدا. طيب اسمعوا معي تصريحات معالي وزير الداخلية معالي السيد سلام محمد، يقول فيها أن تحقيق سيادة القانون وفرض الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة هو الأساس الذي يقوم عليه عمل وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية. وأضاف وزير الداخلية خلال اجتماع عقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة بحضور مديري الأمن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة والدفاع المدني أيضا السيد مصطفى البزايعة ومحافظ العاصمة سعد الشهاب وعدد من المسؤولين والمعنيين أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ومن يتطاول أو يتعدى على القانون تتم محاسبته فورا وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة. وينوه الوزير خلال اللقاء أن الحوادث والاعتداءات التي حصلت مؤخرا تحصل في جميع دول العالم. ليه زعلانين أنتم؟ هذا يصير بالمكسيك ويصير بالأرجنتين ويصير بسويسرا ويصير بكل دول العالم، ما في مشكلة نهائيا. احنا مثلنا مثل باقي دول الدنيا، يعني احنا مثلنا مثل باقي دول العالم. هناك شعوب لا تعتني بالانساب واحنا بدنا نصير زيهم. هناك شعوب لا دين لها ولا ذنب ولا ضمير واحنا بدنا نصير زيهم. هناك شعوب يعني تفاصيلها مزعجه جدا واحنا ممكن يكون زينا. لا يا معالي الوزير، هذا الكلام يعني من غير المقبول. نحن لنا كاركتر خاص جدا بالمجتمعات الاسلاميه والمجتمع الأردني، نحن بلاد حشد ورباط، ونحن دولة مسلمة، ونحن يرتبط رأس هرم الدولة الأردنية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق. يعني احنا مش مستنيين انه يطلع علينا وزير الداخلية مشان يقولنا هذا الكلام، مستنيين انه يقولنا وزير الداخلية ويشدد بإجراءات أمنية وكل الشعب الأردني معك. ما عندناش أي مشكلة نهائيا، لكن حتى يسود الأمن الحقيقي وحتى نأمن بشكل حقيقي وحتى لا تتشكل مثل هذه الإزعاجات، اعملوا لهم بركسات بالصحراء إذا عز عليكم وجود نوادي ليلية،
وخايفين انه انتم مثلا يعني تطلبكم محكمه لهاي بيوم من الايام وتعمل لكم محاكمه بحجه على سبيل المثال بانكم بدكم تخدشوا الامن القومي للنوادي الليليه. اعملوا لهم بالسحر يا اخي، واللي بده يروح عليهم المسؤولين يروح، ما في مشكله. عواد الغويري من الزرقاء، وتيسير المشاقبه من الزرقاء. وبعد هيك نروح سريعا على بعض التعليقات الوارده من خلال صفحه الفيسبوك. سيد مشاقبه او الغويري، مساء الخير. سيد نضال، مساء الورد. مساء الخير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا هلا، تفضل. دكتور نضال، انشاء كازينو في البحر الميت مش عيب، انشاء كازينو ومسجد ومستشفى بشارع نصف التل مش عيب، هذا دخل قومي للسياحه، هكذا صرح احد رؤساء نائب رؤساء الوزراء سابقا يا سيد الكريم، وكان يقول ان السياحه تدعم الاقتصاد الوطني، تدعم الميزانيه، تقوي الميزانيه على حساب الاخلاق والدين والمبادئ وحساب كرامه الشعب الارضي. ما دام اسمحوا الوزراء والمسؤولين والنواب بفضلوا الدنانير والدولارات واليورو على كرامه ودين الشعب الاردني فلا حسيب ولا رقيب عليهم يا سيد الكريم. من قال لك انهم يهتمون بالدين والاديان والشعب الاردني ومشاعرهم؟ من قال ذلك؟ المهم ارقام فلكيه خياليه، وبالتالي هناك في عز واستدامه من دول العالم. حينما يقولون فالنوادي الليليه عيب، والفقر عيب، وبيع مقدرات الوطن عيب، والبطاله عيب، وعدم زياده الموظفين من القوات المسلحه عيب. ما هو الشيء الصح في هالبلد يا سيد الكريم؟ اعطيني ضوء اخضر يكون فيه اناره رائعه جدا تسلط على الشعب الاردني انه عايش برخاء ونعيم وسعاده وهناء الا المسؤولين والحيتان يا دكتور نزار. من قال الشعب الاردني مبسوط بهذه الافعال؟ من قال الشعب الاردني يطمئن بمعيدكم وبخانات الحقيقه الدوليه قبل 3 سنوات اثرت موضوع شارع مكه وشارع المدينه المنوره والنوادي الليليه وطبلنا وزمرنا وعلمنا، ولكن لا يوجد مسؤول في قلبه ايمان او يخاف الله او لديه انتماء ولا لهذا البلد او لدين هذا البلد. طيب. من قال لك ان هناك يستطيع شخص او مسؤول اغلاق هذه النوادي التي تضر الالوف الملايين على خزينه الدوله؟ والكلام لك استاذ نزال. شكرا. عواد الغويري من الزرقاء، تيسير المشاقبه، نبقى في الزرقاء ايضا. تيسير مساء الخير. الو، الله يسعد مساك يا حبيب. مساء الورد يا تيسير، تقبل الله طاعتكم. اللهم امين. يا سيدي، احنا بالنسبه للحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان هي دمرت القانون الاردني ودمروا رجل الامن العام. اقسم لك بالله يقول لك انا الحريه هي في تطبيق القانون. الان بالنسبه للملاهي، بالنسبه للمحرمات، بالنسبه للخارجين عن القانون، والله ما حد قادر ان يعاقبهم. اقسم لك بالله، شايف كيف صار انفلات امني؟ انا اقول لك هذاك اليوم قسما بالله بالزرقاء على دوار طافس وانا مقبل وان واحد قال للشرطي يسترق انه يهز بي ويضرب بي، اين القانون؟ عملوا خالفوا. طيب ليش تضرب رجل لو انه في عقاب وفي قانون ما مد ايده عليه؟ احنا كنا واحنا صغار في السبعينات وبالستينات لما يقولوا في شرطي عسكري نتخبى. طيب. احنا نطلب بفرض القانون، اذا في قانون في حريه ديمقراطيه وفي نام بيوتنا. الان الخارجين عن القانون يقول لك انا عارف القانون قديش بده يحكمني القاضي. صحيح. يروح يومين ثلاثه اربعه خمسه ويطلع. هذاك اليوم عندنا صار ضرب سيوف وسكاكين قسما بالله من الخارجين عن القانون، انه ما قعد اسبوع وطلعوا من السجون. طيب اشكرك على تيسير المشاقبه من الزرقاء، شكرا لك على وتر القوانين، وان القوانين بمفهومها العام العقوبه يعني ردع للمجتمع، العقوبه هي تحصيل للمجتمع. لما تسمع بانه فلان انسجن سنه نتيجه مثلا تصرف معين، هذا يؤدي الى تحصيل المجتمع ككل. العقوبه تجعل المجتمع يهاب من ان يقع فيها في المرات المقبله. بدنا نروح سريعا ل الأخ علي، مساء الخير. يقول لك الله يعلم شو حاطين لهم بالأغذية على سبيل المثال أو باللحم اللي يأكلوها. الأخ محمود، وين نواب بس يكونوا رجال غيورين وهم قلة؟ تصريح محافظ العاصمة كشف يعني. طيب شكرا لك. أم عمر، المشكلة بالقوانين بأنها غير رادعة. الأخ علي مساء الخير إليك، اللي نشوفه بالشوارع من لباس وغيره ومن هاي التفاصيل وحالة الفلتان شيء مزعج جدا. يقول أبو إبراهيم، كل تشريعات بدها تعديلات من رجال قانون لهم خبرة لا تقل عن 30 سنة. خليل باد الطراونة، مساء الخير إليك. محمود الصراير أيضا، النعامي عودي، والله لو تغلقوه اللي يفتح محلهم 1000 محل من النوادي الليلية بشكل سري وغير سري. طيب من خلال صفحة الفيسبوك أيضا الأخ أبو إبراهيم، دكتور عدنان حباشني مساء الخير إليك دكتور، شكرا إليك كل عام وأنت بخير. زيد أحمد، مساء الخير يا زيد.
محمد صالح وأيضا حسن الحواورة. زياد الربعي مساء الخير إليك أبو إبراهيم. التشريعات هي اللي تحتاج إلى مزيد من المتغيرات. عدي بحران أنا كنت داوم في طيب اللي بيجي على النوادي كلها رتب عالية وكلهم رجال دولة. عدي بحران طيب ما بدناش نحكي عدي باقي التفاصيل، لكن يقول لك يعني كلهم من عالية القوم بما معناه. شكرا لك يا عدي. بسام أبو حمزة الزواهرة مين قال لك إنه النوادي دخيلة علينا؟ وتعالوا شوفوا النوادي موجود بشكل مكثف. نهلا قانوق مساء الخير إليك، قريب من بيتي، نادي ليلي من الساعة 12 أيضا سهران للساعة 5 الصبح. مش مرة شرطة السير إدارة السير المركزية ضبطوا أحد الأشخاص الفترة الصباحية وهم يعطونا بالتقرير المروري، ضبطوا أحد الأشخاص ما لحقش يروح، طلعت عليه الشمس وهو مغمى عليه يعني طفيان على الآخر، فلقوه نايم على شارع المدينة المنورة داخل السيارة. فرقيب السير يفكر بأنه هذا مغمى عليه ناتج عن مشكلة صحية معينة، ثاني الأخ يعني مسطول على الآخر مش قادر يتنفس نهائيا، طلع عليه النهار وما لحقش يصل. حسين حواوري مرة ثانية، زياد الربعي، محمود أبو عصام أو محمد أبو عصام المخفي أعظم والله يا شيخ، شكرا لك يسعد مساك. الأمن الناعم هو المشكلة، وهذه رسالة إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام. ماجدة الخوالدة الشاعرة الرائعة من معان تابعنا شكرا إليك. جلال الشرطي أيضا شو الفائدة أسبوع وبطلعوا بكفالة. طيب إذا القوانين هي المشكلة الحقيقية وأيضا القبضة الحقيقية، بمعنى ما فيش مواطن بالأردن يكره أن يكون هناك يعني تطبيق للقانون بشكل حازم، لكن ألا يكون تطبيق القانون يا معالي الوزير ويا مدير الأمن العام على بتاعين البسطات اللي بيعوا بندورة وخيار ما يكونش عليهم؟ وإذا بدك إثباتات نعطيك إثباتات. مش سيدنا تدخل أقصى أحد الموظفين من الديوان الملكي لأنه استطاع أن يؤثر على مدير الأمن العام الأسبق. نسيتوا المخالفة يا جماعة الخير أنتم؟ نسيتوا المخالفة اللي كان صورها رقيب سير وقال بأنه مشان واحد من الباصات التابعات لشركة جيت، مش المخالفة كان مكتوب عليها بأمر مدير الأمن العام وروح بعديها مدير الأمن العام؟ مش كان واحد من يعني واصل على رأيها الكلام اللي احنا نسمعه او بهاي الطريقة بانه من عيار ثقيل يعتبر او من تليفون منه لمدير الامن العام خلفونا الباص الفلاني. هذه هي البلد وهذا هو القانون اللي ماشي فيها للأسف الشديد. هذا شاهد حقيقي بالبلد قاعد يصير، وشاهد اخر ايضا على بعض التعديات التي نراها، وشهود اخرى ايضا تتعلق برؤساء حكومات يتعدوا على القوانين، وشهود ثالثة ورابعة. احنا عندنا القوانين تطبق على الضعفاء والمساكين واللي ما لهمش ناس باختصار شديد جدا. باقي القوانين يعني يطلع منها الشخص مثل الشعر من العجيب 13 سنة عوني مطيع على أرض المملكة الأردنية العشمية ولا يستطيع أحد أن يتدخل على الإطلاق. وين هم بتاعين القوانين؟ وين الجهات اللي تنفذ القوانين وقتها مع وزير الداخلية؟ كيف هذا كان يعمل؟ إذا إحنا يعني سمعنا تصريحات وزير الداخلية هذه بأن كل شبر من الأراضي الأردنية في من الأراضي المملكة هو الأساس الذي يقوم عليه عمل الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية. طيب والمزارع اللي كانت تابعة لعون مطيع والمصانع اللي كانت تابعة لعون مطيع على أي أرض كانت تدار هاي؟ أبو معتز من الزرقاء وعبد السلام المحارم من عمان. سيد أبو معتز مساء الخير. سيد أبو معتز مساء الخير. عبد السلام المحارم من سحاب مساء الخير. مساء النور حياك الله دكتور نظام كيف صحة؟ هلا عبد السلام معي؟ نعم سيدي عبد السلام محارم. تفضل يا عبد السلام. حج مبرور ولن مغفور وتجارة تبور والله إنا لحبك الله. نسأل الله. الحمد لله سلام سيدي. يا هلا يا عبد السلام. أولا نقول الله يمسيه بالخير دكتور نظام. يعني نقول الله يمسيه بالخير جلالة الملك أبو حسين المعظم الله يطول عمره ويخلي الله. ثلاثة مسي على الدكتور ذكي الشيخ حبيبنا وصاحب القناة المحترم الله يحيي بالخير على جميع موظفين قناة الحقيقة الدولة المحترمة. يا تقول لي على الموضوع يا عبد السلام تقول لي على نخش في الموضوع اسمح لي بس أعطيه مجال من لطفك. يا سيدي الفاضل يوم الأيام الله أمر أعطى أمر لأحد الملائكة قال روح دمر القرية الفلانية قال يا ربي في عندك فلان يصلي خمس أوقات بالصف الأول به فابدأوا يا عبد سيدي قال به فابدأوا قال له بيبدأ
لأنه لم يتمعر وجهه يوما في سبيل في غلبا لله. فلذلك يا سيدي هاي الملاهي الليلية اللي بها غلب لله بها دعارة بها أشياء تغضب الله عز وجل. يقول يا سيدي الفاضل نطلب من دولة رئيس الوزراء الله يوفقه ونطلب من دولة مع معالي وزير الداخلية أنه يسكروها فورا. يجب على كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحب الجنة ويخاف من النار أن يطلب هذا الطلب. نطلب إغلاق هذه الملاهي، نطلب إغلاق هذه المحلات تغضب الله ورسوله. نعم الله كان فرحان بالحجاج وقول هذا كثرهم فرحان وباقي فيهم الملكة، لكن هاي الملاهي أماكن تغضب الله ورسول. نطلب من أصحاب القرار دولة الرئيس وزراء ومعالي الوزير الداخلية محترمين نطلب إغلاق هذه المحلات مشان الله يرضى علينا. والله يا الله قال الله يغضب علينا وجزاك الله خير. والسلام عليكم. إغلاق مثل هذه المحلات بشكل كلي يعني احنا فاضيين لنوادي ليلية، هو احنا ما ناقص علينا غير نوادي ليلية؟ عندنا قضية القدس أكبر قضية بالعالم والأردن متبنيها يا رجل. احنا فاضيين لنوادي ليلية ولا فاضيين لخمارات ولا ديسكوهات ولا غيره من بتاع السواليف الفاضية؟ أبو معتز من الزرقاء مساء الخير أبو معتز. الله مسيه بالخير دكتور نزار. مساء الورد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحج مبرور وذنب مغفور. اللهم آمين. شكرا لما تتحلى به من أفكار. أفكارك سامية يا دكتور نضال والله. بارك فيك يا أبو معتز. وكلك غيري، كلك غيري ودمك حار. ها والله. أقول لك من اللي قاعدين نشوفه على الفيسبوك والواتساب. لو تبعت. ها. بلد. مثل دملك الأردنية الهاشمية ولي عمرها حبيب من بني هاشم يجب أن يكون لها ميزة ومزايا تختلف عن بقية الأخبار اللي حوالينا واللي أبعد منها. هذه واحدة. نعم. النقطة الثانية احنا دولة بالدين بالإسلام، الإسلام ترفض كل هذه المحلات. ثلاث، مين اللي بعطيهم تراخيص وبيفتحن النوادي هذا؟ وزارة السياحة. أربعة، مين اللي بروح عليهم فكرك؟ ما هو المتنافسين اللي بيلعبوا في المصاري جاهز. الله يهديك. معلش لو سمحت دكتور نضال. هاي اسمعك. نسبي واحترام لخليل الله النبي إبراهيم عليه السلام. الله أقدم مدينة على وجه الكرة الأرضية مدينة الخليل. عبر كل الأجيال اللي مرت فيها من الاستعمار التركي والبريطاني الآن ما فيش فيها سينما. طيب تقديرا لخليل الله إبراهيم النبي إبراهيم عليه السلام. بلد زي الأردن لازم يكون أميزة تختلف عن كل الأغضاب. أنا بدي أشكرك سيد أبو معتز، شكرا لك على هذه المشاركة. إذا هل تؤيد تجديد القبضة الأمنية بعد الحوادث والجرائم التي شهدتها العاصمة عمان 100% من خلال الاتصالات ومن خلال التقرير اللي كنا تابعناه ومن خلال أيضا صفحة الفيسبوك واللي بعد شوي رح نقرأ بعض الأسماء اللي واردة؟ أبو عمر خريسات مساء الخير إليك سيد أبو عمر. أبو عمر يقول يعني بالإطار القانوني يطبق القانون على الضعفاء فقط لا غير، يقول لك هذا صحيح معروف يعني. فاطمة الفراية كل عام وأنت بخير فاطمة. أيمن العماوي شكرا لك يا أيمن كل عام وأنت بخير. طيب ما أيوة من وين لك هاي المعلومة يا أيمن؟ المسبح المخصص بمنطقة العبدلي، المسبح المخصص في كلمة مش قادر أحكيها على الهواء. طيب هسه راح نحكي عنه. حسين الحواور، حسين يعني حسين يطالب باستقالة الحكومة كامل، يقول لك هذه فضيحة كبيرة يا جماعة الخير. لو لم تكن هناك هبة شعبية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لما تحركت الجهات المسؤولة. هذا واحد من الإخوان يعلق بمثل هذا الشكل، يقول لك الحكومة تراقب من خلال أجهزتها ومن خلال دوائرها، لكن إذا أصبح الموضوع رأي عام بالأردن بعدين يقول لك والله اجتمعنا يعني وإنه الأمن عندنا خط أحمر. ما إحنا عن المواطنين اللي طالب بأنه يبقى خط أحمر غصبا عن كل الدنيا، وما نسمح على الإطلاق بأنه يتم على سبيل المثال يعني تلويث الساحة الأردنية. هذه رسالة كل أبناء الأردن. يعني هو جديد
على مواطن الأردن يسمع مثلا بأنه الأمن خط أحمر بالأردن، ما كل الأردنيين مع المواطن مع الأمن، وكل الأردنيين مع المخابرات، وكل الأردنيين مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية وغيرها من باقي الأجهزة الأخرى، حتى تبقى البلد بالفعل يعني على ما هي عليه من أخلاق ومن مجتمع يعني تستطيع أن تستأمن فيه على ابنك يصل الدكان ولا يصل البقالة ولا يصل سوبر ماركت أو غيره. هذا كلام مش جديد، يعني إحنا الوزير اللي يطلع علينا ويقولنا بأنه البلد بدنا نحافظ على الأمن والأمان فيها، طبعا إحنا نسعى إلى هذا. أنا لو تسأل الآن يعني عجوز عمرها 990 سنة بدها تقول لك هذا الكلام، لكن أنت ماذا تفعل أيها الوزير أو محافظ العاصمة أو مدير الجهاز الأمن الفلاني؟ أنت شو عملت مقابل هالشيء هذا اللي قاعد يصير بالبلد؟ يعني ليه دائما الهبة تكون بعد أن يصيح المواطن الأردني على مدى 3-4-5 إلى أسبوع كامل وهو يطالب بمثل ذلك، وبعد هيك يقول لك نتخذ الإجراءات؟ المواطن بيمس الحاجة إلى أن يرفع عنه يعني مثل هذه المشاهد المقززة للمواطن بشكل عام، مشاهد حقيقة لا تليق بالمجتمع الأردني نهائيا لا تليق. حسين حواوري مساء الخير إليك، يطالب باستقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز كاملة على مثل هذه المشاهد التي يحاول البعض أن يصدرها إلى العالم على أننا بلد بمثل هذه الطريقة لا قدر الله. أخ علي مساء الخير لك، يا ريت الحكومة تتخذ قوانين صارمة تطبق ولا يكون أحد فوق القانون. نداء المورودين مساء الخير لك، الأردن بعيدة عنهم حتى لو ظلت كوم من الحجارة. شكرا لك. طيب بسام أبو حمزة الزواهرة مساء الخير لك، كان في زمان يقول لك شرطة الآداب. إحنا يعني والله مع القبضة الأمنية بصراحة، كل المواطنين الأردنيين مع القبضة الأمنية وتشديدها، لكن تشديدها على مين؟ على الزعران، تشديدها على تبعين الأتوات، تشديدها على تبعين الأسبقيات اللي 24 ساعة وهم بالأماكن المهجورة وغيرها من باقي المواقع، واللي نص الأردنيين يوقفوا هم رايحين على عقبة تفتيش بالدوريات حتى يلاقوا واحد مطلوب، ما أنت عارف بيته وعارف تفاصيله وعارف أمه وخالته وعمته مين هي بالنهاية. أبو عمر خريسات مساء الخير إليك، أنا منفصل وعندي طفلة تسافر خارج أكثر من 5 مرات وبدون. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. أم حمزة مساء الخير إليك يا أم حمزة، ونداء مرة ثانية نقل. طيب يوسف بن مصطفى البحيصي، نؤيد إزالة أسباب تلك الجرائم مثل إغلاق النوادي الليلية وإغلاق محلات الخمور. إغلاق محلات الخمور رانا الغول مساء الخير إليك، نعم نؤيد. وأيضا للأخ مهند، مهند مساء الخير إليك. زياد مساء الخير يا زياد، وبسام الزواهري تجد كل عام وأنت بخير. وللأخ علي مرة ثانية سعد مساك، نعتذر عن بعض الأسماء اللي يعني يمكن نمر عن بعض الأسماء، لكن يعني لا نمر بمتعمدين يعني بالخطأ ربما من كثر هذه الأسماء التي ترد من خلال هذه التعليقات. يوسف مرة ثانية سعد مساك، والأخ مهند كل الاحترام. نداء مرة ثانية شكرا لك يا نداء. طيب أرجع للاتصالات، احنا يعني ما بين بين الاتصالات وبين المشاركات من خلال صفحة الفيسبوك حتى ندمج هذه الآراء ببعضها وتسمع الحكومة إذا كانت الحكومة تريد أن تسمع رأي المواطن الأردني. مصطفى إبراهيم من عجلون وفتح درويش من أربيل. سيد إبراهيم مساء الخير. كيف حالك يا دكتور؟ مساء الورد. كل عام وأنت بخير يا دكتور. وأنت بخير. يا دكتور اذكر الله. آه. أنا عندي 2 معاقين شايف. الله يعافي لك إياهم إن شاء الله. وعندي بنت توجيهي اللي سنتين بركض فيها مشان وظيفة. والله ما أعرف أوظفها. يا أخويا بمصطفى إحنا الآن قاعدين نطرح مادة استطلاعية، يا ريت إنك ترن على الشباب بالفترة الصباحية مع زميلنا خالد على أساس تطرح هاي الموضوع، وممكن يتواصل لك مع الإخوان بصندوق المعونة الوطنية مع باقي الدوائر الأخرى وإن شاء الله ربنا يفرجها. أنا الآن ما أقدرش أطلب إليك المسؤول المعني بالإجابة على موضوعك. كل الاحترام لك من عجلون الأخ مصطفى إبراهيم، الله يعافي أولادك ويعافي كل من يرقد على أسرة الشفاء. فتحي درويش من إربد مساء الخير يا فتحي. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا عليكم السلام ورحمة الله. الله طاعتكم. الله يحييك. يقول المولى عز وجل ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأقول لك قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لما تنادي.
الوضع اقسم بعزة الله من القلب اكثر من هيك بدي احكي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لفتح درويش. يعني فتح اختصر علينا كثير بانه يعني ما يدور في كثير من الاحيان وفي اغلب الاحيان شيء مزعج، كثير مزعج. لكن في مداخلة لأحد الإخوان من الزرقاء حكى كلمة كثير مهمة، السيد أبو معتز لما قال إنه يعني أريد دمار أو نسف إحدى القرى، قال فيها صالح قال به فابدأوا. نحن نحتاج إلى شخص مصلح، مصلح عن ألف صالح، لأنه الصالح له بحاله، المصلح له بإعادة توضيب المجتمع أو الحي، لكن المصلح بمجتمعاتنا محارب. وانتم متفقين معي بهذا الكلام كلياته، يعني اي واحد صالح معناته انه اله بنفسه، بس هذا الشخص محترم من المجتمع كامل، يقول لك والله فلان اله بحاله ما حداش متدخل فيه. لكن ماذا ان يتحول هذا الصالح الى مصلح ويصير يصلح بالمجتمع بطريقه او باخرى، يعني تقوم الدنيا ما تقعدش. نفس وهذا منطبق على انبياء قبل ما يكون على البشر العاديين، أو قبل ما يكون على المواطن العادي، على الأنبياء. محمد عليه الصلاة والسلام عنده كل أمانات مكة وكان رجل صالح، لكن ما أن تحول مصلح كل قريش نبذته. ويعني لوط عليه السلام وعيسى عليه السلام وكل أنبياء الله كذلك. هذه طبيعة البشر للأسف الشديد. البشر يتحول كثير من المجتمعات العربية مزيج هائل من الطاقة السلبية، طاقة سلبية مطلقة للأسف، مش قابل انه هو يعني بده يسمع شيء جميل او ينقل بوست محترم ينشر فيه الفضيلة والخير بالمجتمعات ككلها. يقول لك يعني انت شو حاط لنا حديث نبوي؟ شو حديث نبوي؟ انت متخلف يا فلان، انت رجع يا رجل، يا رجل والله ما انت داري على السلافة وين مكانها. لو انك تخلص 1000 شهادة دكتوراه، اذا لم تكن متسلح باخلاق الدين وباخلاق ايضا مقتبسة من القرآن الكريم واخلاق مقتبسة من الحياء للرجل ومن الحياء للأنثى ومن الحياء بالمجتمعات بشكل عام، شو قيمة حياتك؟ لا هوية إلك على الإطلاق، يعني أنت بدون هوية ضايع، ما فيش إلك عنوان نهائيا. هيك المجتمعات العربية صارت للأسف. رجاء حسن مساء الخير إليك يا رجاء. أبو فارس المزانة مساء الخير إليك، يقول الحمد لله على السلام، شكرا إليك. إغلاق الخمارات والملاهي الليلية والقبضة الأمنية على الزعران مش على المواطن المحترم، شكرا لك. يلمح لموضوع السلاح أيضا هو بهذا الموضوع. زكي حسين حسبنا الله ونعم الوكيل، أجمل شيء والله. المشكلة في تطبيق إجراءات صارمة ضد المستهزئين أو المستهترين عفوا والزعران. رامي مساء الخير لك يا رامي. عوض مخيمر إن شاء الله ربنا يعني دائما نطلب الله سبحانه وتعالى الرحمة. والله إنه يعني المجتمعات جميعها في حالة صعبة جدا وفي حالة خانقة، يعني لو نعمل إسقاط ممكن نقول إنه المجتمعات كثير، حتى المجتمعات العربية في أقصى عنق الزجاجة، ما هي عارف وين رايح. نهلا قانوق شارع ريمبو في محلات تبيع خمور. وزكي حسين حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو عمر أخرسات مساء الخير إليك يا أبو عمر. يعني والله ما أنا قادر أحكيها على الهواء يا أخوي أبو عمر، مش قادر أحكيها. أم عمر مساء الخير إليك، وأيضا كل عام والأمة العربية بألف خير وصحة وسلامة. شكرا الأخ صلاح. إذا العفو العام فرغوه من مضمونه، طلعوا أصحاب الأسبقيات وتركوا يعني المتضررين والغلابة. حسين حواورة مرة ثانية سعد صباحك يا حسين. أبو علاء مرة ثانية حسن مساء الخير لك يا حسن. والأخ هيثم أبو محضية أجمل مساء. لابد من إغلاق هذه النوادي لأنها هي الإرهاب بحد ذاته. والله أنك صادق يا هيثم. هيثم يصف هذه النوادي الليلية بأنها يعني قنابل موقوتة داخل المجتمعات، ويعني بالله واحد يروح على نادي ليلي شو بده يتعلم فيه بالنهاية؟ بده يتعلم فيه كل شيء سرسرة للأسف الشديد. يعني الأخ أبو محمود مساء الخير إليك. شكرا إليك، الله يكون بعونك يا وطني. والله الوطني له الأشراف وإله كل الأحرار والأنقياء والصادقين والصالحين والمصلحين أيضا. هيثم مرة ثانية صباحك. الأخ أحمد
شو سبب المشاكل؟ السبب الأساسي منتع. شو السبب الأساسي؟ خمارات بهالبلد ونوادي ليلية وغيره. طيب شو قصده أحد الأخوان اللي كان يطالب بأنه يكون فيه، يقول لك لو أغلقت هاي المحال كلها راح يفتحوا محلات ثانية بطريقة سرية. يعني معك حق، يقول لك ما هو بالنهاية كل نهاية أسبوع وانوا محاملين هالشنتو على طريق المطار وعلى مطار الملك علي، ومن هناك يا أما على بيروت يا أما على القاهرة بسميرانيس، وكله يلعب قمار. هو يحكي عن المسؤولين طبعا. فيصل السقور من الأغوار الشمالية، ومحمد العموش من الفرق. سيد السقور مساء الخير. الله يسعد مساك دكتور نضال. يا هلا، مساء الورد. ونقول لك حج مبروك إن شاء الله، والحمد لله على سلامتك. اللهم آمين. دكتور نضال، يعني أنا السؤال بدي أسأله لوطن الشباب في الأردن وحكومتنا، يعني من أهل الليلية الموجودة الآن في عبدون ولا بعمان غربية ولا مناطق إربد ولا غيراته ولا صار داخل الأحياء، لمين متنفذين هذولا؟ هل معقول الآن يا محافظ العاصمة سعد الشهاب ما بتعرف الثمين؟ يا وزير الداخلية ما بتعرف الثمين يا سعد سلام محمد؟ يا رئيس الحكومة، يا مدير أمن العام، يا استخبارات عسكرية، يا مخابرات، ما بتعرفوا لمين؟ لا معروف لمين المتنفذين في هذا الوطن. من المحكة الأخ علاء، مين يصرف من الأهلية أصلا؟ أنا ولا فلان؟ لا بيصرف معهم ملايين يا دكتور نظام. دكتور نظام الأهلية دمرت المجتمع الأردني أيام الوطن. طيب. أنا بقول الله يعينه، الله يعينه على هذا المتنفذين في هذا الوطن العزيز. شكرا لك فيصل سقور من الأغوار الشمالية. محمد العموش من المفرق مساء الخير. مساء الخير دكتور نضال. يا هلا سيد عموش، تقبل صحتكم. اليوم اقبال من خوالينا عموش على البرنامج. هذول بحبوك لأنهم انت والاخ عبد الكريم وباقي الاخوان، لأنهم بحبوك والله يا دكتور. الله يبارك فيك يا سيدي. انا بالنسبه لتصريح وزير الداخليه بقول لك احنا زي دوله بالعالم بتصير بده يقارن الاردن بفرنسا ولا كولومبيا ولا ببريطانيا ولا كانه احنا متحضرين للدول الاوروبيه هاي. بعدين اقسم لك بالله امبارح دوريات باصين ثلاث باصات شرطه حارتنا في المفرج، ثلاث باصات شرطة ودوريتين نجدة قسما بالله، ودوريتين نجدة وبكمين تحت جناية وامن وقائي. أنا قلت في الحارة جزء البغداد عندنا قسما بالله، على شك اجوا على واحد. على ايش؟ على شك منيح اللي ما كان اخوانه موجودين ولا بتصير مزق. لا حول ولا قوة الا بالله، قسما بالله أنا قلت البغدادي صاير بالحارة عندنا. طيب وزير الداخلية وبقول لك بقارننا هذول تبعين النوادي الليلية. هل تعلم قبل اللجنة ما تيجي بيحكوا معاهم بقول في لجنة فللوا البنات؟ هل تعلم الحكيها؟ أشكرك محمد الحموش من المفرق، شكرا لك يا محمد يسعد مساك. محمد أبو حلا مساء الخير إليك. أبو محمود انقلوهن على الصحراوي هيك نرتاح ونريح بعض. لا يا شيخ، على الصحراوي وين؟ على الصحراوي، الصحراوي الطريق الواصل ما بين الجنوب وين العاصمة عمان. لا احنا نقول على الصحراء، يعني بالمنطقة اللي بدهم يعملوا فيها عمان جديدة عشان يكون الجاهزات قبل بنى تحتية. طيب الشاعرة ماجدة الخوالدة مساء الخير لك مرة ثانية. الحكومة تسمح بترخيص محلات الخمور بالقرب من المنازل، وهذا يشكل ازعاج كبير جدا. وحتى يعني انا اعرف انه في كثير من سكان العاصمه عمان قدموا عرائض موقعه من 20 شخص و30 و50 و100 و500 مشان الله ينقلوا لنا النادي الفلاني، لانه يظل يطبل ويزمر للساعه 4 الصبح ما بين الاهالي. يعني شيء مش معقول يا جماعه الخير، مشان يسهر 2 3 ولا 10 تقلق حي كامل؟ والله هذا مش معقول يا معالي وزير الداخليه، مش مقبول هذا الكلام نهائيا. يعني وبعدين احنا يعني شوارع، عندنا شوارع مسمى بشارع المدينة المنورة وبشارع مكة وبشارع، يعني شوارع تحمل أصحاب أسماء صحابة قادة بالتاريخ الإسلامي، يعني رموز بالأمة بشكل عام. مش معقول انها تتلوث هذه الشوارع بمثل هذه المواقع. حمد شعار يسعد مساك كل مش طيب، النوادي والخمارات هن بؤر الفساد. طبعا هن بؤر الفساد. محمد الغماز بالمشكلة بالنوادي، المشكلة باللي سمح بالنوادي. يعني وزارة السياحة، فأنا أرد يا معالي وزارة السياحة، كيف ممكن تقولين لنا بأنه
احنا مشكلتنا كبيره. يعني النوادي يقول لك هذول بالواقع السياحي ما تقدرش يعني اللي يكون في نوادي، لكن كمان ما تقدرش مش راكبه انه احنا ببلد اسلامي وعندنا 700 الف نادي وعندنا كمان مئات عشرات الالاف من الخمارات او المئات من محلات بيع الخمور او غير هيك، مش راكب يا جماعه الخير. احنا مثل اللي يشوف الزول ويقص الاثر، تعرفوا هذا اللي يشوف الزول ويقص الاثر هو هذا مطبق علينا احنا ترى بالمناسبه. يعني وين نروح؟ ما احنا برمضان نتحول بشهر رمضان المبارك المجالس العلميه الهاشميه ودور القران والمساجد، عندنا مئات عشرات الالاف من المساجد، مش مقبول الرساله، غير متوازية على الإطلاق نهائيا، ما بزبط يعني ما بزبطش إنه هانا مسجد وهانا خمارة، مش راكب يا جماعة الخير، مش راكب بأي شكل من الأشكال، ولا راكب إنه هون مسجد وهون نادي ليلي، ولا هاي كمان راكب على الإطلاق نهائيا. سيد عزيز رحي يعني نطالب بتجديد العقوبة، محمد البطوش تقبل الله منا ومنكم يا محمد، يقول الولاء صار للكراسي وليس للوطن. لا والله الولاء سيبقى باذن الله للوطن، اما بتاعين الكراسي هذول ما هم يعني باي ازمه تصير بالبلد وانه حامل الشنطه وطاير على مطار الملكه عليا، خليك عندنا نقول له، يقول لك لا ان شاء الله بس استتب الامور انا اراجع عليكم. والله هذول ما قيمه لهم بالمجتمع الاردني على الاطلاق كلهم يا اخويا بطوش. ابو فارس مره ثانيه يعني بدهم يحطوا دوريه على كل نادي ليلي، مش معقول احنا نشوف الزول ونقص الاثر. والله صحيح اللي يسمع بالنوادي يرضى يجي. طيب محمد الغماز مساء الخير يا محمد. يا رجل هي النوادي لمين؟ لمين لمين يعني هي بده يكون داخل فيها فلان وعلان من الناس، ويعني مواطن عادي يملك نادي؟ لا يتشرف المواطن العادي ان يملك نادي، المواطن لا يملك الا الاخلاق، وبالتالي هو مشبع. يعني المشبع مش اللي مشبع جيبه فلوس من هذول النوادي وغيرهن، المشبع هو مشبع الأخلاق، المواطن العادي يعني، وبالتالي المواطن العادي يعلم على بعض المسؤولين ممن لديهم يد طولة في مثل عمليات الترخيص هاي. عصام أجمل مساء لك، عبد السلام الحويطات شكرا لك، عبد السلام الحسين بن جازي مساء الخير، هاني خريسات مرة ثانية سعد مساك، وأيضا الأخ كامل كمال ما في دوريات كافية، هذا هو الملاحظ. محمد البطوش مرة ثانية مساء الخير لك، عزيز الحيل ونعيم النوافلي نعم نؤيد بشدة لكن مش شايفين فعل، يقول لك احنا بدنا وين يعني الاخوان يسألوا عن القانون هذا يا معالي وزير الداخلية، هذا القانون اللي يغيب باتصال مع مدير الامن العام وينتهي باتصال مع مدير شرطة بتكفيل فلان او تكفيل علان، هذا هو القانون اللي يسأل عنه المواطن الاردني. محمد ابو حلا مساء الخير لك، صايل الصرايرة اجمل مساء من العماوي تجد جنوبي مساء الخير، والله يا دكتور انكم تنفخوا بقرب مخزوقة. والله احنا شو بدنا نعمل يعني، احنا وسيلة اعلام كباقي وسائل الاعلام، ونفسح المجال امام الاخوان المواطنين لنستمع الى ارائهم وتسمع الحكومات مثل ذلك، هذا هو دورنا. يعني شو إن دور اكثر من هيك؟ ما عندنا دور تنفيذي لاغلاق النوادي الليلية، ولا عندنا دور تنفيذي لاغلاق الخمارات، ولو في رجال يعني بمعنى الرجال والله كان أغلقوا هالنوادي الليلية، شو بدنا فيه نحن النوادي الليلية؟ قديش بده يعتصم واحد من جماعة النوادي الليلية؟ وين راح يعتصموا؟ لكن احنا في عندنا بالبلد تيارات مشبوهة، تيارات تعزز الوقاحة بالبلد، آسف على هذا الكلام، تيارات معروفة ويقودها بعض من رجالات الدولة ممن خدموا بالدولة يعني بالمناسبة، ولا مين اللي كان يرعى مشروع ليلى اللي بدهم كانوا يعملوه على المطار لولا تدخل سمير البيضين وزير الداخلية السابق، وألغي هذا بطلب مباشر منه شخصيا مع وزيرة السياحة وقتها، ومهرجان قلق. بالله شو أنا مش عارف وزيرة السياحة يعني شو ممكن بدها تقدم إن مثل هذه المهرجانات يا وزير السياحة، أنت وين رايحة بالبلد؟ وين رايحة بالهوية الثقافية الأردنية؟ ولا رايحين فيها بنفس الطريقة اللي شاهدناها على مدرجات مهرجان جرش اللي ما زادت المشهد إلا تعكير وإلا وقاحة للأسف الشديد. والله يصير عندنا إحنا مشاهد للأسف مشاهد تعري حقيقية بالمجتمع تبكي عليها ويبكي عليها المواطن الأردني، ولا تستطيع أنك يعني ترد سؤال لابنك اللي موجود عندك بالصف الرابع أو الصف الخامس،
لما يسمع هذا الكلام يقول لك شو اللي قاعد يصير؟ معقول هذه الشاشه شاشه اردنيه اللي تبث لنا؟ معقول هذا الثقافه اللي بده يصدر لنا اياها مهرجان جرش على المجتمع الاردني؟ لا طبعا مش معقول. معناته في مشاريع لتشويه سمعه المواطن الاردني، هيك واضح. معناته في شغل من الداخل ومن الخارج ايضا على تشتيت وتشويه الهويه الاردنيه الاصيله، هيك الواضح. والا مش ما شفتوش انتوا الشماغ الاردني والكوفيه الفلسطينيه كيف مفصلين فيها احذي وما انا عارف ايش، وبعد ما ثاروا الموضوع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قال والله بدنا نغلق المصنع ما انا عارف ايش، يعني شيء. حسين ابو علي من الزرقاء وعبد الوهاب بيضين من عمان. سيد ابو علي، الله يمسيك بخير دكتور نضال. مساء الخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وان شاء الله حج مبرور ان شاء الله، ان شاء الله كل سنه يا دكتور. يا رب. دكتور انا من طبعا انا من المعجبين في دائما مدخلاتك وشي، والله سوبر تعرف يا دكتور. الله يبارك فيك. دكتور في ملاحظه انت يعني عدم مؤاخذه ولا واحد من المستمعين حكاها. والله يا دكتور انا العام الماضي جيت من كنت جاي من العمره وصلت منطقه الازرق طبعا من الحدود الاردنيه للموقع اللي فراكب مع واحد من السرفيس اللي بوصلوا الخطوط من الزرقاء على القريات. فيا اخي في شيء بالصحراء، انت الكلام اللي بتحكي موجود، في شيء اضوي احمر واخضر واصفر، فبقول للسائق بقول له شو في حدا ساكن بالصحراء؟ وانه بقول يا اخوي هذا في هنا نوادي ليليه، واحد على اليمين وواحد على الشمال. بعد الحدود بسبعة كيلو. تلمع. وممكن انت تتواصل مع اي واحد سكان الازرق بقول لك هاي المعلومة لغاية الآن. تلمع 24 ساعة. لا سيدي لا هاي ليلة يا سيدي. هذا مشان تستقبل الضيوف من الحدود يا حبيبي. فايش يعني؟ فيا سيدي دكتور نضال أنا يعني قصد الله وقصدك. أنا بوجه نداء من خلالك. إني أنا رجل مريض بالقلب. ومناشدة بدي أقابل مدير الدفاع المدني بخصوص شغلة خاصة وعدة مرات طلبت اني اطالبه طيب. ما قدرت لحد الان يا دكتور. نرجو الله انه يكون يستمع لك يعني الباشا البزاري. يا دكتور نضال للاسف الشديد انه هو ما اعطاني مذكره لمدير التجنيد عنده وصار لها سنه كامله وانا طيب. بعرف كلام الملك ما بصير اثنين. سيد حسين ما بصير اثنين. سيد حسين نعم. وانا كمان يعني اتمنى عليك التواصل مع زملائنا بالبرنامج الصباحي على اساس يعني ممكن يصير في تواصل مع الاخوان بالعلاقات العامه بالدفاع المدني. وانت يا سيدي وجهك علينا خير دكتور نضال. يا رب. حسين ابو علي شكرا. وجودك مبارك يا دكتور نضال. شكرا من الزرقاء، شكرا لك يا حسين. عبد الوهاب بيضين من عمان، مساء الخير يا عبد الوهاب. يسعد هالمساء يا حاج نضال. يا هلا. شرق عمان ما فيها نوادي ليليه طبعا. يا سيدي صل على النبي. اللهم صل. اول شيء بحييك انت والقائمين على القناه جميعهم بدون استثناء والاخوان بالجاليري. بارك فيك. ثاني شيء اللي رخص القناه انا ما ودي اطول. اللي رخص شو اسمه هذه النوادي الليليه له فيها النص اذا مو الثلث. يا النص يا الثلث خاف الله. ومشترك فيها وله اسهم له ولابنائه ولابناء عشيرته. انا خليني اقول على الهواء على الفضائيات. والله لو لا مستفيد منها ما رخصها. والحج وزيره شو اسمه هذه السياحه تفتح علينا شويه بكفي بعدني بعدلنا بين العالم كلها. شكرا عبد الوهاب بيضين من عمان. شكرا لك يا عبد الوهاب. طيب زيد احمد من خلال الفيسبوك مساء الخير لك، واحمد ممدوح الثوابي مساء الخير، احمد جمال ابو شحاده العقبه ما في نادي ليلي. طيب نعم وبقوه وبيد من حديد اقوال وحكم مساء الخير لك. حسين الحواوره طلب جلال نطلب من جلاله سيدنا انه يكون في يعني توجيه. والله هو سيدنا يعني 24 ساعه وهو وجه بالحكومه لكل ما في خير، لكن عاد مين بده ينفذ من الحكومه؟ مين بده ينفذ؟ ماذا يختلف مدير الشرطه في المنطقه الفلانيه عن مدير شرطه كان بهالزمانات اسمه ال 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 ما بدنا نذكر اسماء سين او صاد من الناس اللي كان لما يدخل محافظه معينه ولا بتاع اتوات او يعني خوات او بتاع اسوقيات ممكن يمر بالشارع. شو اللي يختلف يعني بالمشهد بشكل عام؟ شو اللي يختلف؟
اللي يختلف انه يعني كان في هيبه حقيقيه، وهذا الهيبه اللي طالب فيها المواطن الاردني. صحيح الكل مع الاجهزه الامنيه ومقدر جهود الاجهزه الامنيه، دوله رئيس الوزراء ويا مدير الامن العام ويا وزير الداخليه، كل هذه الجهود مقدره بالتاكيد، لكن ان يكون هناك يعني مزيد من المساحة المتعلقة بقبضة مشددة أكثر مما هي، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات أيضا بشكل عام من خلال المواد القانونية. أبو عمر خريسات مساء الخير إليك، شاهد الشام يسعد مساك، وحمد الشعار الله يحفظ الوطن والملك والأحرار في هذا البلد اللهم آمين. الأخ قاسم ما حدا له دخل، هاي حرية. طيب حرية إيش يا قاسم؟ اي حريه قاسم يعني قصدك؟ يا ريت تفسر لنا اياها بالله اكثر من هيك. طيب خلينا ناخذ بعض الاسماء كمان. الاخ عوض مخيمر شكرا لك يا عوض، يعني نرجو الله ان يكون في يعني اجر للجميع. سيد ابو عمر خريسات وصلاح ايضا، عمر العويدي وسيد زيد احمد جمال ابو شحاده، احمد جمال وايضا حسين مره ثانيه، معتز الرحاحلة، وإذا ردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. إن شاء الله ربنا يحمي البلد. ولا تنسوا بأننا ضمن سياق المستطيل القرآني في منطقة يعني الأردن ومصر، أرض الكنانة والجزيرة العربية، هذه كلها أرض أنبياء وأرض رسل وأرض حشد ورباط وأرض بركة وأرض مقدسات أو ثلوث المقدسات، مكة والأقصى والحرم النبوي الشريف. لذلك يفترض أن يكون هناك يعني صيغ أخرى تتواءم مع البعد المتعلق بالرسالة الدينية، مع البعد المتعلق برسالة المجتمع بشكل عام. أم رائد حسبنا الله ونعم الوكيل، و ايضا عبد السلام الحويطات، يعني مين اللي وراء هاي النوادي يا اخي؟ ليش ما يحطوا شرطه نسائيه سريه تفتش؟ وليش موجوده هي من الاساس النوادي الليليه كلها اصلا؟ ليش موجوده من الاساس؟ احمد جمال ابو شحاده والاخ حسان، اتقوا الله في هذا الوطن الطاهر النظيف. طيب والله لازم يتقوا الله، يعني احنا ندفع بان يتقوا الله، احنا مع انهم يتقوا الله، مع انه يتقوا الله كله، يعني لانه مش معقول كمان انه المجتمع يتحول يعني يصحى 24 ساعه على مثل هاي المسخرات اللي موجوده بالشوارع، وعلى مثل هذا اللباس اللي يعني شافوا البعض او تابعوا البعض او كل الاردن شافوا بشارع الجاردنز ولا شارع ما انا عارف ايش المعروف بشارع الشهيد ووصف التل. هذا لا يليق لا بشارع وصف التل، ولا يليق بالمجتمع الأردني، ولا يليق بالعاصمة عمان. سيد أحمد العرموطي من عمان، ومحمد البطوش من الكرك. سيد عرموطي مساء الخير دكتور نظام. مساء الورد، تقبل الله طاعاتكم. الله يقبل من الجميع. تحييك هاي الحلقة الرائعة. الله يحييك أخي نظام. تفضل. هذه الحكومة يجب عليها فورا إغلاق هذه النوادي. هذه النوادي نوادي فسق وفجور، ومعظمها لمتنفذين لا يخشون بالوطن لا إلا ولا ذمة. لا يعقل هذه الحوادث وهذه الجرائم التي حدثت عشية آخر أيام العيد. هذه النوادي لا نستفيد منها شيء، هي لمتنفذين ولأصحاب أجندات متواطئين داخليا وخارجيا. وعلى وزيرة السياحة أن تقدم استقالتها فورا على هذه المصائب التي ملأت بها بلدنا الغالي بلد الحشد والرباط، من مسلسل جن لقلق لكذا لكذا يعني إلى آخره. هذا لا يعقل، لا يعقل أن تكون الأردن بهذا الشكل. أردننا غالي علينا ومليكنا غالي علينا، وعلى وزير الداخلية والمحافظ إغلاق هذه المواكر. هذه مواكر، هذاك عن الفنادق الضخمة التي تقيم حفلات ليلية أيضا، أمر من هذه النوادي، وكلها لمتنفذين وأساءوا للوطن
وللشعب الأردني، وهذا لن نقبل به أبدا. عليهم أن يتقوا الله وأن يحترموا أبناء هذا الوطن، وهذه الحكومة عليها أن تعدل نفسها وأن تقدم استقالتها أمام جلالة الملك الذي حضر اليوم، أدام الله عزه وأدام ملكه. هذا تخبط لا يعقل، ولا يستطيع الإنسان أن يتحمل أكثر من هذه المصائب. جميع الملفات مدمرة، ملف الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، مش عارفين يديروا ما بيديروا عماله إلا جلالة الملك الله يطول عمره. عليهم أن يقدموا هذه العودة إلى إناس من أبناء الوطن، ومليعة الأردن بالرجالات. بدنا رئيس حكومة من أمثال وصفي وهزاع ورحمهم الله. شكرا لكم ودامت قناتكم يا أستاذ نضال. شكرا أحمد العرموطي، شكرا لك على هذه المداخلة يا أحمد من عمان. نأخذ محمد البطوش من الكرك. سيد البطوش مساء الخير. محمد البطوش، أسعد الله مساءك، تقبلنا طاعتكم ومساءك يا هلا يا سيدي. احنا بعثت لك مسج انه الولاء صار للكرسي وليس للوطن. الولاء يجب للوطن، لله والوطن، لانه الاردن هو بيت لنا جميعا. هو البيت الرئيسي الاردن، نعم، وبيتك هو البيت الثاني، صحيح. فيجب الولاء للوطن، لانه المسؤول الان قاعد بيضبط حاله في كرسي، قوم عن كرسيك وانزل للميدان اتفقد. النوادي الليليه هاي يجب تتتابع، مش هم معززين لدوريات لما بتنزل على العقبه 20 دوري بتوقفك. النوادي الليليه هاي لازم تغلق. لازم المسؤول يطلع في الميدان. اذا المطلوب تفعيل الاجراءات بشكل اكثر حديه، نعم، وشديه ايضا. نعم، يجب على المسؤول ان ينتبه لهذا الوطن. بدناش ولاء وانتباه للكرسي، حتى تضبط حالك من كرسي لا اعلى منه. لا صحيح، يجب الأمانة. طيب. شكرا محمد البطوش، شكرا لك من الكرك على هذه المداخلة يا محمد. يعني يا محمد يأشر على أنه من الضروري أن يكون المسؤول غير مرتبط بالكرسي بقدر الارتباط بالوطن بشكل عام. أحمد جمال أبو شحادة، والله عيب اللي يصير، والله أنه عيب يا أحمد. طبعا وسام قديسات ما راح يسكروهن لأنه وراهم رؤوس قوية. شكرا لك يا وسام. نور ما في طيب. ما حدا سائل يقول لك، يعني بالنهاية ما حدا سائل، لا هو لازم حدا يسأل يعني. أما أنه إحنا على رأي أحد الإخوان أو الأخوات بأنه ننفخ بقربة مخزوقة، لا طبعا ما ننفخش بقربة مخزوقة. هذا برنامج متابع، وبرنامج من المفترض أن تتابعه أيضا وتأخذ بالبعد التي تشير فيه هذه الآراء من خلال الإخوان المتصلين. هذه جميعها آراء تبين للدولة أو لمؤسسات الدولة أو للحكومة أين يتجه الرأي العام الأردني بشكل عام، وكيف هو غضب المواطن الأردني حيال مثل هذه المشاهد التي كانت في الآونة الأخيرة. أبو فارس مرة ثانية شكرا. أنا ما بديش أجيب الأسماء يا أخو، يا أبو فارس ما قدرش أنا أحكي أسماء ترى على، وبكرة يرفعوا علينا دعوة ويسجنون، الله يرضى عليك. فيصل الشناب، المساء الخير لك يا فيصل، كل الاحترام لك. يا جماعة هاي باختصار، طيب فسق، و هذا يفترض أن يتم توقيفه، يقول أحد الإخوان. علاء محمد العجار، من مساء الخير إليك يا علاء، وعمر العويدي وحسين الحواورة مرة ثانية. أحمد أبو الوليد، مجموعة أرباب سواق بيغرغون شارع فرعي عليه شواخص مرورية أمام حركة السير والمشاة بالبساط العشوائي وغيره، وين الجهات المعنية؟ وهذا بمحاذاة المسجد الحسيني. صدقني بأنه المسجد الحسيني ومحيط المسجد الحسيني كامل، هاي رسالة إلى مدير الأمن العام، ورسالة إلى وزير الداخلية. محيط المسجد الحسيني مسيطر عليه من خلال عمال وافدة، لا تستطيع أنك تدخله على الإطلاق نهائيا. المناطق المحاذية لسوق السكر هذه كاملة، كله سيطرة من العمال الوافدة كاملة. ما يعني هو يقول لك وزير العمل بعدين يقول لك احنا والله مشان يعني مش قادرين نعمل معهم أي شيء نهائيا. والله يا وزير العمل، لو
كل شهرين اخذت واحد من عمال العمال الوافد الموجودين بالموقع، كان صرت مفرغهم يا رجل. يعني الوزير الحالي واللي قبله واللي قبله واللي قبله، هذا 24 ساعه الكلام. بالاضافه لمجمع المحطه قصه ثانيه كمان، والمجمع الثاني اللي خلف حراج سيارات الوحدات على الشارع المؤدي من إشارة تقريبا المركز الأمني، مركز أمن الأشرفية، نزولا باتجاه شارع أعتقد اسمه شارع خولة بنت الأزور أو الحارث. هذا الشارع أيضا ما خلفه هناك مجمع يعني أو قرية الطيبات، وهاي يصير فيها بلاوي زرقاء باختصار. أحمد أبو فارس مرة ثانية شكرا لك. عوض مخيمر، أبو عمر خريسات، شهد الشام، يسعد مساك، حمد الشعار أيضا، كل الأحبة اللي يتابعونا حقيقة. نعتذر إذا كان في بعض الأسماء، فيصل شناب مرة ثانية، إبراهيم حبيب، حسابهم عند الله عسير، الله يمهل ولا يهمل. طبعا يعني هذه قصة أخرى، يعني قصة الحساب هاي معادلة مختلفة تماما، لكن هذا له واعي لحساب، ولا هو سالان عن مجتمع، ولا هو سالان عن شيء على الإطلاق. هذا إنسان يعني 24 ساعة بالنهار نوم، 24 ساعة وبالليل يكون موجود بالنادي الليلي، شو بده يدري هذا. أصيل العويدي، سعد مساك يا أصيل. اتصال جديد معنا، مساء الخير. محمود أبو دعيج، مساء الخير. معنا اتصال، مساء الخير. اتصال جديد، مساء الخير. انقطع الاتصال مرة ثانية. طيب، بانتظار مزيد من المشاركات على هواتف البرنامج المشار لها من خلال نبض الشعب في هذا المساء، المادة الاستطلاعية المطروحة للنقاش حتى هذه اللحظة. هل تؤيد تجديد القبضة الأمنية بعد الحوادث والجرائم التي شهدتها العاصمة عمان في الآونة الأخيرة؟ معظم يعني المداخلات حتى هذه اللحظة من خلال صفحة الفيسبوك، نعم وألف نعم. البعض يطالب باستقالة الحكومة بشكل عام، والبعض الآخر يقول لماذا هي موجودة أصلا هذه النوادي الليلية. طيب، إذا عندنا معالي وزير الداخلية، وين راحت الورقة؟ الحكومة حظها قوي، بلاش تضيع. إذا كان في عندنا على سبيل المثال هايها، إذا كان عندنا على لسان محافظ العاصمة حوالي 23 نادي ليلي مرخص، من مرخصات هذول من أصل 150، من أصل عن وجود 150 نادي ليلي في العاصمة عمان، منها 23 مرخص فقط، إضافة إلى 20 بار وسبع ديسكوهات. طيب أنا مش عارف، أنا خلينا نحسب مثلا، يعني نعتبر 43، طيب خلينا نعتبر 50 البارات والديسكوهات والمرخص والغير المرخص كله من نوادي ليلية وبارات وغيره، على اعتبار أنه 50، والمية الباقيين هذولا كيف شغالين بالعاصمة عمان؟ كيف شغال 100 نادي ليلي غير مرخص؟ سيبونا من المرخصات الآن، مع أنه إحنا ما ندافعش عن المرخص ولا غير مرخص، إحنا ما بدنا كل النوادي الليلية تكون موجودة أصلا. طيب 100 نادي ليلي يا معالي وزير الداخلية، 100 نادي ليلي، هذا يعني بأنه في 100 واسطة، هذا يعني بأنه في 100 واحد من العيار الثقيل يتدخل، هذا يعني بأنه في 100 غياب للأمن الوقائي والبحث الجنائي والأجهزة الاستخباراتية الأخرى عن مثل هذه النوادي. ولا كيف فاتحة موجودة؟ كيف هي موجودة وهي مش مرخصة؟ كيف موجودة؟ طيب، والمواطن اللي بده يبني بالمنطقة الفلانية مع الوزير، وتطلع عليه الجهات المعنية والبلديات والمتصرف والمحافظ والدفاع المدني والإطفاء وما نعرف إيش، المواطن اللي بده يبني غرفتين لأولاده، هذا المواطن كيف يعني مقابل 100 نادي ليلي موجودات بالعاصمة عمان غير مرخصات؟ مش مرخصات اصلا، مع انه حتى ترخيصها ووجودها معاب كبيره بالدوله بشكل عام، لكن 100 غير مرخصات، هذا شو يعني؟ في 100 واسطه عندنا بالبلد، مين هم يا مكافحه الفساد؟ ومين هم يا مدير الامن العام ويا وزير الداخليه؟ مين يقف خلف 100 نادي ليلي بالعاصمه عمان؟ 100 نادي ليلي غير مرخص، مين واقف خلفهم؟ اللي واقف خلفهم هسه مش في ضباط امن وقائي يراقبوا على النوادي الليلية؟ مش في بحث جنائي يراقب؟ وين ضابط البحث الجنائي اللي يدخل ما يكتب تقرير لمحافظ العاصمة بأنه هذا النادي غير مرخص؟ وين لجنة السلامة العامة واللجان الأخرى بالحاكمية الإدارية بمحافظة العاصمة بوزارة الداخلية، وينهم؟ يجاوب الحكومة. اتصال، مساء الخير. مساء النور، كيفك دكتور نضال؟ يا مساء الخير، بس دقيقة خليك معي. فارس ياسين،
فارس مساء الخير لك يا فارس. لا طبعا المرخص مش عادي فارس، بلاش يعني تقتطف جزء من الحديث. انا اقول لك في 123، في عندنا 150 نادي، في 23 مرخص، مع انه مش قابلين المرخص. احنا نسأل عن المية، استوعبنا الله يرضى عليك يا اخويا فارس. يعني احنا من دافعش عن المرخص، احنا لا بدنا مرخص ولا غير مرخص، لكن الان نحكي عن المية الغير مرخصات. هذولا خلفهم 100 ازعر، وخلفهم 100 واسطة، وخلفهم 100 مسؤول، باختصار شديد جدا. مشانك تعلق لنا تقول لنا يعني المرخص عادي، لا مش عادي يا حبيبي طبعا. مين قال لك عادي؟ تفضل مين معي؟ تفضل مين معي؟ الو مساء الخير، مين معي؟ انا مسعيد من عمان. مين؟ مسعيد. مسعيد يا هلا يا ام سعيد، تفضلي. اهلا فيك. اول شيء مبروك الحج، وان شاء الله يا رب تتنى فيها. اللهم امين. الله يسعدك. دكتور نضال ابن منبع كان بالحسين، في هويته ما تركوش الشرطه لما صورنا الهويه ودينا له اياها على اساس انه من سكان جبل الحسين. هذول النوادي، هذول اولاد الوزراء اصحابهم، مش ناس حي الله. وهذول البنات اللي فيهن، شفت انت البنت، البنات اللي بضرب بالشاب وضرب امه ايش لبسات؟ هذول بنات عمان الغربية، لا بتيجي بنت البقعة ولا بنت سميلر تروح على هذول النوادي. هذول بنات عمان الغربية ما حدا بيقدر يحكي معهن، والكبريهات والنوادي كل الأولاد الوزراء من هيك. دائرة النجدي ما بتقدر تفوت تخترقهم، هم أولاد الوزراء ورانا يا شيخ. النجدي بنحبسه إذا حدا اخترقهم بنحبسه، لأنهم أولاد وزراء، هذول هم اللي عاملين الكبريهات وعاملين النوادي الليلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما المطلوب من الحكومة؟ مطلوب من الحكومة تحاسب بعضها، الحكومة يشوفوا بعضهم، بيعرفوا كلهم عارفين مين الأولاد، مين هذول الكبرهات والنواد الليلية، يحاسبوا بعضهم. لأن البلد والبلد والله يا دكتور نضال في خراب. البلد إذا بستنى عليها أكثر من هيك لا سمح الله بنصير إحنا اللي بنقول أمن وأمان، بنحرم عنا الأمن والأمان من وراء هذول الناس اللي عنك الصيع. هذول اللي خربين البلد، لهم ثلاث ايام مشاكل، وين ما درت وجهه مشاكل وقتل وتشويه وضرب. ليش هذا الاشي؟ هذا البلد لازم كل الدنيا تحترمها وتحبها، من جميع الجنسيات موجودين فيها. ما بتجيش واحد كوري ولا ياباني تركب سياره زي اللي ركبها الست اللي امبارح ضربت الشاب وضربت امه. ما بصير واحد من كوريا ولا فلبينيه تاعت النوادي الليليه، كل البنات البلد وبنات مسؤولين، واصحاب الكبرهات ناس مسؤولين كمان. طيب شكرا ام سعيد من عمان، شكرا لكم. سعيد اتصال معنا ثاني، معنا اتصال ثاني. مساء الخير. الو مساء الخير، تفضل. الو مساء الخير. مساء الخير دكتور نضال. يا هلا، مساء الورد. الله يعطيك العافيه والصحه، مبروك الحج. الله يبارك فيك يا رب. احنا نؤيد تجديد القبضة الامنية بشدة وبعنف في هذا البلد العزيز. ايوه. ثانيا، هو انت قاعدين تحكوا انه في نوادي ليلية ميلان. انا عمري 54 سنة في الاهل. اي والله النوادي الليلية صار ليهن من سنة 1990 شغالات. جايين اليوم انتوا ناخذ على الطربة في سد الزمن. احنا يا اخوي صلى على النبي. يعني شو نحكي عن فوائد ضمت البقدونس معناته ولا شو؟ ولا عن فوائد ضمت النعناع؟ موضوع مطروح بالشارع الأردني، ويعني نفتح الهواء مشان المواطن يعبر، وتسمع الدولة والحكومة تسمع شو اللي قاعد يصير يا رجل. ما أنت قاعد تحكي، أنت يا دكتور قاعد تحكي لمدير الأمن العام. طب ومدير الأمن العام لما يرسل البحث الجنائي والأمن الوقائي زي ما تفضلت، وممكن تبع الأمن الوقائي والبحث الجنائي يكون ملعون والدين وأزعر وبقعد معاهم وبرتبوه وبهنزوه. احنا ما نقول هيك، احنا نقول انه يعني في عندنا اجهزه امنيه نحترمها ونطلب مزيد من تفعيل دورها. هذا اللي يطلبه المواطن الاردني. انا بدي اسال يا سيدي، نشدد الاجراءات والقبضات الامنيه، لانه احنا كنا تحت ظل صاحب جلاله الملك الحسين، كنا امنيين وكنا عسكر. وما المواطن الاردني منزعج من اللي قاعد يصير يا اخي، مش هيك؟ لا خلوا على الهواء معنا. يعني والله يا دكتور فعلا هذا موضوع يعني انه بده حل. عيب يعني. والله بده حل، وحل جذري يعني. شكرا. القبضات الامنيه والتجديد الامني بشده، وبنستنكر كل اللي بصير في العمان او وين المكان. طيب شكرا لك، شكرا، يسعد مساك. القانون طبعا تطبيقه على مين؟ يعني
تبقوا يا معالي الوزير ويا أمين عمان. أبو مالك مساء الخير إليك أبو مالك. رائد جرادات ممكن؟ طيب إن شاء الله يا رائد. في كمان الأخ أخ ياسين كمان شوي البرنامج بوقفوه على الفيس لأنه كل برنامج بخصص المسؤولين أو يعني يحكي الصح يتوقف. لا إن شاء الله ما يتوقف. ليش يتوقف؟ هاي هي رسالة الشعب الأردني كله على البرنامج اسمه نبض الشعب، حتى المسؤول يسمع كيف ينبض المواطن، شو رأي المواطن، يعني المواطن شو رأيه حول النوادي الليلية الموجودة والكل مع إغلاقها وسحقها نهائيا. أيضا الأخ رائد جرادات مرة ثانية، شكرا لك يا رائد. لا تشد على حالك كثير بالبرنامج، والله في بعضهم يعني يهدم بيت ممكن ويبني محله نادي ليلي لأنه معه واسطة. أبو فادي مساء الخير لك أبو فادي، وين أمانة عمان؟ بإيش وين أمانة عمان؟ وضح لك أكثر من هيك. فيصل الشنابلي مساء الخير لك. كل الأجهزة الأمنية بكافة أصنافها يعني تعرف عن كل المناهي الليلية المرخصة وغير المرخصة، وهذا عملهم طبعا، يقوم الاتصال من نفس الدوريات التي تقوم على المحلات والملاهي الليلية والبارات، واللي طالع عليكم انه طالع يعني يقول بانه في معلومة تصل قبل ما يصل التفتيش باختصار شديد جدا. والله عاد يعني الله يعلم. لكن سيد نزار مساء الخير، وزير الداخلية وين من هذه الفوضى وما هو عمل وزير الداخلية؟ وزير داخلية يا رجل كيف وين هو وزير الداخلية؟ معالي السلام حماد المحترم واللي نمس عليه بالخير، ولكن هذه الانتقادات للأداء لوزارة الداخلية، ولأيضا أنا مش عارف يعني إحنا في عندنا مسؤولين بالبلد يا جماعة الخير. أنا بس بدي أفهم شيء واحد، إحنا نستنى يا دولة رئيس الوزراء بأنه يطلع عندنا المسؤول بالدولة ويقولنا عندنا 150 أو 100 150 وين راحت الورقة 150 تقريبا 123 اللي مرخص سيبونا من المرخص. احنا الان موضوعنا مش المرخص، مع انه هسه يطلع لنا واحد على الفيسبوك يقول لك هذا معناته نضال خرشه ويطالب بالمرخص. لا يا عمي، ما احنا مع المرخص ولا اللي مش مرخص كمان، لكن احنا بدنا نحكي عن غير المرخص. يعني احنا بالبلد مستنيين كل هالضج اللي صارت بالشارع الاردني حتى يطلع لنا مسؤول بالاردن يا دولة الرئيس ويقولنا بانه احنا عندنا يعطينا هاي الإحصائية. شو بدنا فيها هاي الإحصائية؟ شو تفيد المواطن الأردني هذه الإحصائية؟ هذه الإحصائية كيف ممكن تحسن الصورة اللي صدرت للعالم عن المشاهد الوقحة، آسف على المصطلح، اللي صارت بالعاصمة عمان؟ حكينا يا دولة الرئيس كيف ممكن هذه الإحصائية الرقمية اللي طلعونا فيها؟ احنا ما بدناش إحصائيات، المواطن الأردني لا يطالب بإحصائية، يسأل السؤال المطروح. يفترض انه محافظ العاصمة او وزير الداخلية او مدير الامن العام او اي من المسؤولين او حتى رئيس الوزراء يطلع يقولنا كيف تعمل، كيف يعمل 100 نادي ليلي مش مرخصين وقديش لهم يعملوا ومين خلفهم ومن الضابط المسؤول بالمراقبة ومن هي الجهة التي يعني غطت عليهم وكيف يشتغلوا بالعاصمة عمان بدون ترخيص. هذا هو لب الموضوع، هذا هو يعني الحشوة الحقيقية. احنا ما لنا علاقة، يعني انا بالله شو بده يفيدني انه احنا عندنا 7 ديسكوهات وعندنا 23 نادي مرخص وما نعرف ايش وعندنا 100 غير مرخصات. شو تعني لي هذه المعلومة؟ انا شو تعني لي؟ ما تعني لي شيء. انا يعني لي كيف تشتغل هذه النوادي الليلية، ما هي الشريعة التي اعتمدتم عليها بفتح نوادي ليلية، شو هي القوانين، شو هي الأنظمة، ما هي البعد الأخلاقي اللي اعتمدتوا عليه يا جماعة الخير؟ هذا هو البعد المطلوب، والمطلوب من وزارة السياحة بلاش تكون برا الموضوع ويتحمل الموضوع بس وزارة الداخلية. وزارة السياحة لها الدور، يعني للأسف الشديد هم اللي كانوا خلف، وزارة السياحة كانوا خلف مهرجان قلق وكانوا خلف بعض المهرجانات اللي منعتها وزارة الداخلية سابقا. وينك وزارة السياحة؟ شو قاعدة تعملي انت؟ بدك تضيع الهوية الأردنية. ووزارة السياحة ككل مين هو اللي يشتغل بوزارة السياحة؟ في عندنا مشاريع من الخارج قاعدين تمشون إياها بالمجتمع ولا شو هي الحكاية؟ تفضلي أنت اللي حكي ردي. يزن الرفاعي مساء الخير إليك يزن. طيب في اتصال أخير. طيب قبل نهاية البرنامج فادي نعيمي حسبي الله ونعم الوكيل. سلامة أبو خرمة
الحق على المواطن الأردني والمواطن المحترم. أسعد بدكم قبضة أمنية أكثر من هيك؟ وين المشكلة يا أسعد؟ وين المشكلة؟ يعني إحنا يعني شو يستفيد المجتمع من بتاعين الأسبقيات يا أسعد؟ شو يستفيد منه المجتمع غير أنه يشكل قلق إلك وإلي وللثاني وللثالث؟ ماذا يستفيد المجتمع؟ اتصال آخر وأخير في البرنامج. مساء الخير. مساء الخير. فصل الاتصال، انقطع. طيب، في معنى انقطع الاتصال من مصدر المكالمة. شكرا. بدي أخذ بس آخر المشاركات على الواتس، على عفوا على الفيسبوك. حسان عجاوي، زمان كنا نحكي عن دول عربية واليوم صرنا نحكي عن اللي عندنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نذير العزام، مساء الخير إليك، يا ريت تطلع مسؤول ويحكي لنا عن برنامج وعمل النادي الليلي أو الملهى بشكل عام يعني. طيب، أبو أحمد كلهم مدعومين. ياسمين عفوا بني عطية، يا ريت لو يتحاسبوا. ويزن رفاعي، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسان عجاوي، مساء الخير إليك، رائد جرادات مشان الله والله. طيب، وبحترم لكن في كلام في قلبي يتعبني بدي أحكي لكم يا رائد جرادات. طيب، أنا بدي أحيي مرة أخرى كل الأحبة متابعينا ومشاهدينا من خلال صفحة الفيسبوك، وأعتذر إلى الأسماء التي لم نستطيع قراءتها، يعني ما بدناش يزعلوا علينا إن شاء الله بالمرات القادمة إذا كان في مساحة من الوقت. وشكرا لكل الأحبة مشاهدينا في هذه اللحظات. هل تؤيد تجديد القبضة الأمنية بعد الحوادث والجرائم التي شهدتها العاصمة عمان في الآونة الأخيرة؟ الاستطلاع لرأي أو للرأي العام الأردني من خلال وسائل متعددة، التقرير جاء بنسبة 100% يا دولة رئيس الوزراء أن يكون هناك تشديدا حقيقيا يشفع للمجتمع ويرحم المجتمع مما يدور في الشارع الأردني خاصة في العاصمة عمان. من خلال الاتصالات سمعنا المطالبات، واللهيب وصل لحكومتك يا دولة الرئيس بأنه يعني لازم الحكومة كلها تروح باختصار شديد جدا. وأيضا من خلال صفحة الفيسبوك تعليقات، يعني شيء كله يطالب بأن يكون هناك تشديد حقيقي وأن يكون هناك معلومات عن مثل هذه الأرقام اللي أشارت إلى وزارة الداخلية، وأيضا أن يكون هناك احترام من خلال وزارة السياحة للمواطن الأردني وللهوية الأردنية بشكل عام. بهذا نأتي إلى ختام نبض الشعب في هذا المساء. هذه أجمل تحية مني نضال لخرشة، حتى ألقاكم في مساء آخر ومدى استطلاعية جديدة بإذن تعالى. حتى ذلك الحين أطيب المنى وإلى اللقاء.